السلام عليكم، اليوم 24، مرحبا بكم عندنا وكنتمنى تقبلوا علينا. التجربة ديالنا في البرنامج كانت غزالة بزاف، كنا قرابين بعضياتنا وخا كان كاينين بزاف ديال الألعاب صعابين وديكشي فيهم الخلعة بزاف، والأول مرة مع الجمهور، أول مرة في قبل الكاميرات، كانت تجربة فيها شوية الخلعة بحق. من ناحية أخرى ملي كتكمل وكتجلس تشوف راسك كانت غزالة بزاف، ما عمرها غادي تتعاود. بالنسبة لي أصعب تحدي هو ديال الفينال، ديك لا تورنيت اللي كتجي تزحلق وخصك هي كدور وتينا كتعمر الماء، بالنسبة لي كان صعيب بزاف. وبصح كنت فيه كنت ترعد مع ديك اللبسة كانت كبيرة، بالنسبة لي هو أصعب تحدي. وهذا كان كنظن هو أصعب جو داز في هذا تالي طحت فيه أنا. هذاك هما جوج في الفينال كانوا أصعب جو، هما الجو ديال الفينال. بالنسبه للكواليس الكواليس في الاول كنا ما كنعرفوش نتماشاو مع البروغرام. الناس اللي الطاقم ديال العروسه هما الناس احترافيه وهذيك يعرفوا يتماشاو مع البروغرام، حنا ما كناش كنعرفوا نتماشاو معاه، كنا كنتوتروا شويه، ما كنكونوش على راحتنا. من بعد ولينا كنحسوا بلي ديك الكواليس هي الوقت اللي ممكن نضحكوا فيه، اللي ممكن نشطوا فيه، الوقت اللي كنفرغوا فيه ديك الطاقه ديالنا باش ندخلوا الساعه ديال التصوير نكونوا مزيان. شحال من مره ولينا هما كيجيو قبل ما يصوروا، حنا كنبقاو نقولوا ساتور سيلونسي الفو بلي، كنهضروا معنا زعما راه حنا كنصوروا، كنجيو الكاميرا كنديروا كلوب دو كاميرا. المهم كنا ولينا بحال حنا مع الطاقم كسرت ما حفظنا في الكواليس كيفاش كنعيشوا معاهم. بالنسبه نشوف انا نقول لك هذه مسابقه اللي خدم مزيان غادي ينجح، معروفه. ما عرفتش انا هاد الهضور هادو كانوا كيخرجوا يمكن مع عند انا كنظن لو كنت انا ما غلبتي ما ديتي في النار، كان ممكن ان ديك الجمهور اللي مساندني يخرج نفس الاشاعه على ديك الناس اللي نجحوا، لا مراكش لا اي وحده اي مدينه تاهلت للفينال، لان هذاك اللي كيبغيك ما كيتقبلش الخساره ديالك، فحيت ما كيتقبلش الخساره ديالك كيخرج عليك كيحاول يبرر ديك الخساره ديالك. ولكن هذا راه مسابقه فيها رابح فيها خاسر، من الاول ملي كنا ماجين راه معروف يا اما غادي تغلب يا اما غادي تخسر. حنا راه ماشي اول مره، يعني ماشي اول بريم اللي غنكونوا فيه حنا الاولى، ماشي اول جو داخل البلاطو اللي غنجيو فيه حنا الاولى، ولا جو خارج البلاطو اللي غنجيو فيه حنا الاولى. يعني راه كنت من الاول كنا ماشيين بواحد الوتيره اننا ديما كنكونوا يا اما الاولى يا اما الثانيه، وراه كان باين ديك الساعه ان بلي حنا راه ممكن اننا نستمروا حتى الفينال. ولكن هما يعني يمكن كاينين يكونوا بعض الناس كيبروا الفوز ديالك بانهم مفبرك ولا شي حاجه. تونس الكوب اللي هو صراحه ربي كاملي بهم كانوا زلان، كاملي بهم كانوا قرابين قلبنا، زعما من نهار الاولاني تفاهمنا مع بعضياتنا وكنا دائما كنخرجوا في الاول كنلعبوا الكارتا، كنا دائما يما فطوروا نتغداو نتعشاو مع بعضياتنا. بالحق بحكم انه ما خرجوا كوب الوالا خرجوا في برايمات الوالا، فاللي بقى قريب لينا هي تاونات ومراكش، حتى حنايا ثلاثه بينا كنا في الدومي فينال وثلاثه بينا كنا قرابين من بعضنا. مراكش كنا شم حدا شم ومنسقين في بعضياتنا، وتاونات واخا كانوا في الطاج الثاني وخا كنا غير في التليفون كنشاركوا مع بعضنا، خرجوا نلعبوا خرجوا اي حاجه نعملوها مع بعضنا ديال لوطيل، حيت حنا ممنوع علينا التليفون، كان ممنوع التليفون علينا، كانوا داونا التليفونات كلشي، ف التليفون ديال لوطيل كنتصلوا ببعضياتنا وكنتلاقى. كان عندنا ريبيت قبل العرس كان عندنا ريبيت كنشوفوا كيفاش يكون العرس، حيت العرس مصور سيكون داكشي منظم مزيان، وهذه كنا كنديروا الريبيت عادي. تعطلنا في الريبيت حتى جوج ونص الليل، كان خصني ناكل شي حاجه باش حيت ما تغشيت ما تغديت، مشيت كليت في واحد البلاصه بلا ما نقول البلاصه ديالها. المهم مشيت كليت في واحد البلاصه صافي، مشيت للدار لوطيل باش ننعس، كنلقى راسي في واحد الحاله انني ما قدرش ننعس، كرشي كتحرقني وطقت لي واحد صافي، عرفت راسي بلي راه كليت شي حاجه ماشي مزيانه. حاولت نصبر حيت غدا عندي العرس ديالي اهم نهار في حياتي، خصني نصبر خصني نوقف على رجلي. شربت الدواء شربت بزاف، المهم والو ما كنقدرش نوقف، ما كنقدرش نتمشى، غير كنبغي نتمشى كنحس بالحرق في كرشي صافي. ديك الساعه تهزيت الارجونس بلا خبر مراتي بلا خبر الوالده، كانت داني تاونات محمد جدول اللي خرجني من لوطيل، مشيت ايرجونس وليكيب ديال العروسه بحكم انهم كانوا حيت حنا في لوطيل هما حدانا كيوجدوا العرس، حتى
حتى هما ديك الساعه عرفوا الخبر وجاو معايا. وصراحه داز واحد الوقت عاصف لا عليا لا على ايكيب لا على كل شيء، لانه واحد العرس عرس اي واحد كيتمنى في حياته كامله يكون، والعريس في سبيطار مريض ايرجونس. فديك الناس ديال الطبيب تلاقاوني، المهم داروا معايا اكثر من اللازم، خديت الدواء اللي يقدر يندوز ديك الليله هذيك مزيان. ومن بعد تبعت مع الطبيب، وهذاك هو السبب اللي خلاني ما جيتش لطنجه حتى نهار الاثنين. من نهار الخميس حتى نهار الاثنين عاد جيت لطنجه حتى البارح. بالنسبه لديك الاعتراف اللي انا قلت في وسط البلاطو، هذاك بلا ما يكونوا غادي يجي والدي عندك نهار، كان بالنسبه لي ماشي اعتراف، كنت باغا العالم كامل يدعيو معاهم ويعرفوا بزاف د الحاجات. انا كنت باغا ماشي باش والله يا ربي قسما بالله العظيم، ما بغيتش نكسب لا تعاطف الناس لا تجي حاجه، بغيت اي واحد غادي يشوف داك الشيء يدعي معاهم. هذه اول حاجه، وهذه حاجه اللي كتهمني، يدعيو معاهم ويشكروهم، المهم غير الدعوه ديالهم ادعي معاهم، هذيك هي كل شيء. انا اهلا لله صراحه، لا صراحه ربي ما كنفكر شي مره ندخل بعالم التمثيل مره. والحق عبد الرحمن حيتاش بحكم انه اصلا مخشي في هذا الدومين وكيبدا داكشي الغناء ديالو تسهلت على الطريق. كنفكر شو الحلم ديالي في الدومين، انني نكون في الموسيقى، انني نكمل في الموسيقى ديالي، ولكن التمثيل مرتبط بالموسيقى، لان دابا ولا في هذا الوقت هذا اي حاجه كتكمل حاجه اخرى. وخير مثال تبارك الله صفاء، صفاء راه كانت في عرض ازياء مشات للتمثيل ودابا في التقديم وطالعه بواحد الخطوات ثابته، وهذا راه خير ديال ان الواحد الى 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 بغى شي حاجه ولا خدم على شي حاجه راه كيوصل لها. بغينا نقولوا للمغاربه والجاليه المغربيه اللي متبعنا، الناس كاملين داخل المغرب وخارج المغرب، رمضان كريم، يدخل لكم الصحه والسلامه واش ما كتمنوا ان شاء الله، ياك كمل زينه. يدخل عليكم ان شاء الله بالصحه والسلامه وباش ما كتمنوا، وطولة العمر يا ربي. امين يا ربي.